السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم قناة عالم المعرفة والطب. مع حضراتكم دكتور محمد أبو المجد، قناة عالم المعرفة والطب اللي عليها الفيديو دوت، وعندي قناة تانية اسمها دواءك من الطبيعة مهتمية بالمحتوى الطبي. الفيديو ده مش محتوى قناتي، بس أنا حبيت أقول لكل اليوتيوبرز تجربة شخصية حصلت معايا. طبعا كل اليوتيوبرز اتصدموا لما عرفوا ان الربح مش هيتحول على ويسترن يونيون، ودي كانت الوسيله اللي بيستخدمها هو معظم المصريين، وهي وسيله سهله ومريحه وبتتبعت الفلوس من غير اي نقصان. فعشان كده حبيت اعمل لكم تجربتي. انا اصلا اول جواب لبين كود كانت بعت لي يوم 5/5 وما وصلنيش، وطلبت الجواب مرتين، اخرهم كان يوم 22/7 اللي فات. انا المفروض كان حسب الكلام اللي بيتقال ان بعد 4 اشهر ان انا هفعل بالبطاقه يوم 5/9 باذن الله. طبعا موضوع وسترن يونيون انا ما كنتش اخترت طريقه الدفع او طريقه وصول الدفعات وسترن يونيون، فكنت منتظر لما انا افعل البين كود. فجيت طبعا لما سمعت موضوع وسترن يونيون قلت الحق، يمكن انا على القديم اخش، لقيت الويسترن يونيون اتلغت من الطرق اللي قدامي، وقالوا ان هو طبعا الناس القديمه هتقعد تاخد الدفعات بتاعتها لحد يوم 31/12/2020، وبعد كده هيضطروا يبقوا مضطرين انهم ياخدوا حساب بنكي، يستعملوا حساب بنكي او الشيكات. طبعا الشيكات احنا عندنا في مصر استبعدوها تماما يا جماعه، كل كلام الناس اللي تقول، بدليل ان انا لحد دلوقتي طلبت البين كود 3 مرات وهم بعتوا مره، يعني 4 مرات ما وصلنيش. فغالبا ممكن شيك او 2 او 3 او كل الشيكات ما توصلكش من الاساس. فقصه الشيك دي استبعدوها تماما، يبقى ما قدمناش غير الوسيله الثانيه المتاحه هنا في مصر اللي هي انك تعمل حساب بنكي. رحت يوم الخميس اللي فات، رحت بنك مصر، انا ليا حساب في بنك مصر بس حساب بالجنيه المصري، وفي نفس الوقت انا طبعا كنت سايب لهم ورقي كله، بطاقه ضريبيه وصوره بطاقه ضريبيه وصوره سجل التجاري، لان انا كان عندي حسابات الصيدليه قبل كده في البنك، فما واجهتش صعوبه ان انا اعمل حساب دولاري. حتى سالتهم على الحساب بالجنيه المصري ممكن يستقبل دولارات، قالوا لي هيستقبل دولارات بس هتاخدها بالجنيه المصري بسعر الصرف في الوقت اللي انت هتاخده فيه. فانا فضلت ان انا اعمل حساب دولاري، طلبوا مني 100 دولار والبطاقه فقط. ده بالنسبه لي انا اكسبشن بالنسبه لي انا، عشان انا ليا حساب عندهم. يعني انت لو ليك حساب عندهم وبياناتك عندهم ما تقلقش، هتروح تعمل حساب دولاري، مجرد انك تجيب معاك 100 دولار ورقه واحده ب 100 دولار بس مش هيدوها لك في البنك، انت بتطلع تشتريها بره من اي حد بيبيعها، زي ما انا عملت، من شركه صرافه، من حد انت تعرفه، اي حد هجيب لهم 100 دولار وتدخل البنك يعملوا لك حساب بالدولار. طيب الحساب بالدولار عليه مصاريف؟ عليه مصاريف، كل 3 اشهر 55 جنيه بيتخصموا، جات لك حوالات ما جاتلكش حوالات، كل 3 اشهر في 55 جنيه بيتخصموا. طيب التحويل عليه فلوس؟ قالوا لي التحويل معلش فلوس. والحساب اللي انا عامله يا جماعه حساب ادخاري، يعني المفروض ان ال 100 دولار اللي انا حطيتهم او اي فلوس هتيجي بيبقى عليها فايده، طبعا انت مش هتخليها فانت هتسحب الفلوس. هتسحب الفلوس فمش هتقعد عليها فايده. اختلفوا هل في نسبه من الفلوس لما بتتاخد ولا لا. في خدمه العملاء امبارح لان طلبتهم في امر هقوله لحضرتكم بعديها، قالوا لي ان بياخدوا 5 دولار على كل تحويل. لكن جوه البنك نفسه الفرع قالوا لي ما بناخدش حاجه على التحويلات. فانا مش عارف، انا لسه ما جربتش فما اقدرش اعرف. المهم انا عملت الحساب، كان في صديق ليا قال لي ان هو دخل فعل بالبطاقه، انا كانت ظهرت لي الرساله الاول، كانت ظهرت لي الرساله بتاعت دفعاتك معلقه حاليا في الاول، فجأة ظهرت لي رسالة جديدة يتبقى لديك أقل من شهر لإثبات صحة عنوانك، كان ناقصني إثبات صحة العنوان.
ففي واحد قال لي لما ظهرت لي الرساله دي فعلت بالبطاقه، فانا خدت نموذج طلع النموذج ده غلط ودخلت فعلت بيه. بعد شويه قال لي شكرا لاتصالك بالدعم، طلع ان انا داخل من نموذج غلط، نموذج اثبات صحه البيانات، وانا كانت بياناتي صحيحه فما كانش في تفعيل للبطاقه. فسالت صديقي اللي هو قال لي، قلت له حصل معايا كذا كذا، قال لي لا الصيغه صح اهي وخد واعملها. اوري لحضراتكم الرسائل كلها اللي جات لي من اليوتيوب. ففعلا بعت لي، قال لي بعد دقيقه بالظبط راح بعت لي قال لي متشكرين شكرا لك ولارسال بياناتك، والبيانات اللي انت بعتها كافيه وحاليا حسابك مفعل، واختفت الرساله بتاعت، تبقى لديك اقل من شهر اللي كانت في الاصل الرساله اللي ممكن تلاقوها عندكم دفعاتك معلقه حاليا. فكده الحمد لله اول خطوه فعلت الحساب بالبطاقه الشخصيه. تمام؟ دي قبل 4 أشهر زي ما بيقولوا، اول ما تظهر عندك رساله يتبقى لديك اقل من شهر ممكن حضرتك تعمل الخطوه دي، تعملها عادي، اللي ما عملهاش يعملها وسهله جدا. بس دوروا على النموذج اللي هو الصح، النموذج بقى تخش لما تخش منه تخش بالايميل اللي انت عامل بيه الادسنس، مش ايميل القناه، لو انت عامل القناه بايميل وادسنس بايميل تخش بايميل ادسنس، وتتاكد ان النموذج ده مكتوب عليه فوق نموذج اثبات صحه العنوان، ونموذج اثبات صحه العنوان بيبقى فيه ايميل واحد بس، النموذج التاني بتاع صحه بياناتك بيطلب منك ايميل تاني، ده اللي غلط اللي انا وديته، هو ما اثرش عليا في حاجه، بس عشان ما تتعبوش دور على النموذج هتلاقوه على قنوات. لو حبيتوا ان انا احط لكم النموذج في الوصف اكتبوا لي وانا بحط لكم النموذج في الوصف ان شاء الله. الناس اللي هي عدى عليها اللي ظهر عندها رساله تتبقى لديك اقل من شهر. طبعا انا كنت يوم الخميس عملت الحساب، دخلت ربطته اتقبل، اتقبل في ادسنس، دخلت ربطت الحساب. في ورقه برضه مهمه عايز اقول لحضراتكم عليها، تاخدوها وانتم ماشيين من البنك، تقول له انا عايز كل تفاصيل الحساب بما فيهم السويفت كود. السويفت كود هتدخل تختار بعد ما تاخد الورقه دي فيها كل البيانات، هتدخل اختيار وسيله الدفع تسيبها، مش هتلاقي وسترن يونيون، هتلاقي الشيكات وتلاقي التحويل البنكي، هتخش على التحويل البنكي تكتب بيانات البنك بتاعتك، يبقى اسمك رباعي تكتبه بالانجلش زي ما موجود في البطاقه وفي الحساب بتاع البنك، وبعد كده تكتب الحساب البنكي، وبعد كده تكتب السوفت كود واسم البنك، والخطوات دي تكتبها بدقه شديده جدا، وخصوصا رقم الحساب، رقم الحساب هيطلب منك مرتين، وتعمل دم او رابط هيتربط معاك الحساب. انا بقى ردوا عليا، انا كنت عامل الحساب يوم الخميس وكنت عملت الخطوه دي يوم الخميس، ردوا عليا قالوا لي لم نتاكد من صحه حسابك. ليه بقى الغلطه اللي انا غلطتها؟ لم نتاكد من صحه حسابك، يرجى الرجوع للبنك. فانا كلمت البنك قلت لهم حصل كذا 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 الوضع معايا ولم نتاكد من صحه حسابك، لانهم بيبعتوا لك ادسنس، اول ما انت بتبعت لهم الحساب البنكي هو بيبعت لك قيمه دولار او 2 دولار مبلغ بيبعته لك بيجرب بيه الحساب، لانه تحويل الكتروني بيجرب لك بيه الحساب. البنك قال لي ان الحساب ما بيتفعلش الا بعد 24 ساعه ويكون يوم عمل. فاحنا عندنا الجمعه اجازه، كان الرد امبارح كان يوم الجمعه، فاحنا عندنا الجمعه اجازه والسبت اجازه، الحساب مش هيتفعل الا يوم الاحد. رجعت الادسنس قال لي يمكن اصلاح المشاكل، بس انا مش هعمل الخطوه دي الا باذن الله يوم الاحد بعد بكره، هتصل بالبنك اتاكد ان الحساب اتفعل وظهر على قاعده البيانات واعمل واربط الحساب. اجي بقى ليكم انتوا هتعملوا حساب ازاي، لان الحساب بيطلب منك بعض الاوراق، منهم جواب اتش ار ليتر اللي هو انك انت تثبت دخلك، او انك انت يطلب منك اثبات سكن والحاجات دي. حاليا في مبادره لحد يوم 24 اغسطس، مبادره مهمه جدا اسمها مبادره الشمول المالي، لو كنت اقل من 18 ل 30 سنه هتروح تعمل الحساب بدون اي اجراءات، هتاخد بطاقتك بس وبدون اي مصاريف، وبدون اي مصاريف بنكيه، وبدون حد ادنى للدفع، يعني مش هتحط 100 دولار زي ما انا حطيت. مش هتحط 100 دولار زي ما انا حطيت، هتروح تعمل المبادره عادي. طب انت اكبر من السن،
ممكن بقى لو ابنك عندك ابنك بنتك في السن اللي يسمح بيه بالشمول المالي استفيد من المبادرة وحط حسابها هي تيجي عليك دفعات. اخوك، اي حد ثقة انت عارفه في السن ده. طب انت اصغر والدك مثلا، يعني المهم انك انت ما عندكش الامكانيات دي كلها، يبقى هتضطر تعمل الاجراءات اللي بيقول عليها البنك. واسهل بنك انا اتعاملت معاه هو بنك مصر بصراحة، واسهل الاجراءات. في بنوك تانية بتقبل منك 200 دولار، وفي 500 دولار، وفي 1000 دولار حد ادنى. 1000 دولار يعني هتحط لك حوالي 16000 جنيه. انت ممكن تسحبهم تاني يوم، بس طبعا هتجيبهم منين؟ فانت اتعاملوا مع بنك مصر، بنك مصر هيبقى مريح جدا وسهل جدا لحضراتكم. هو كان سهل بالنسبه لي لان انا عندي حساب سهل، وربنا يوفق الجميع ويوفقكم باذن الله. وعلى فكره عسى ان تقرأوا شيئا وهو خير لكم، يعني انت برضو ويسترن يونيون كانت بتجيلك الحواله وتروح تدور على فرع وتقف في البنك، لا انت هتلاقي فلوسك في حسابك موجوده. ولو عملته بالجنيه المصري هيبقى سهل انك انت تعمل على الحساب بتاعك، بس هتجيلك الدفعات بالجنيه المصري، وسهل انك تعمل كريدت كارد تسحب من المكنه الفلوس اللي انت عايزها، تبقى سهله بالنسبه لك خالص. لكن لو عملته بالدولار يبقى لازم لما القيمه تتحول تروح انت تجيبها من البنك بالدولار. ارجو ان انا اكون فدت حضراتكم في النقطه دي، ومش محتوى القناه. ولو كنتوا بقى غاويين كوره اشتركوا في قناتي عالم المعرفه والطب، ان كنتوا غاويين طب ومعارف وعلوم صحيه اشتركوا في قناتي دواءات من الطبيعه، هتظهر لكم هنا. فاشكر حضراتكم واتمنى ان اشوفكم في كل خير وسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.